السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن محرقة الجنود اليمنيين في الحد الجنوبي للسعودية. دعت منظمة سام للحقوق والحريات الحكومة الشرعية والسعودية للكشف عن مصير آلاف المقاتلين اليمنيين الذين قتلوا أو جرحوا أو وقعوا في الأسر في الحد الجنوبي للمملكة. وحملت المنظمة في بيان لها الحكومة الشرعية والسعودية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مصير هؤلاء المواطنين الذين استدرجوا للقتال هناك، وقالت إنها تلقت عشرات البلاغات من الأهالي يسألون عن مصير أبنائهم المفقودين على الحدود اليمنية السعودية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مصير آلاف المقاتلين اليمنيين في الحد الجنوبي للسعودية، وموقف المنظمات الدولية والأمم منظمات الأمم المتحدة من هذه الجرائم الحاصلة على الحد الجنوبي للمملكة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بأطفال تفوق بنادقهم أجدادهم النحيلة، دفعت السعودية بالآلاف منهم لحماية أسوار حدها الجنوبي من هجمات الميليشيا الحوثية. استغلت السعودية الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب، فقامت بتجنيد أطفال للقتال معها نظير مبالغ مالية، ثم تركتهم تحت رحمة الميليشيا التي قتلت وأسرت وجرحت المئات منهم. عبر شبكات الإتجار بالبشر المحلي استطاعت السعودية تجنيد الآلاف من الأطفال، ثم ألقت بهم في محرقة الحدود وفق وصف تقرير أعدته منظمة سام الحقوقية. تقول المنظمة الحقوقية إن القنصلية اليمنية في جدة مشاركة في عملية التجنيد من خلال تسهيلها دخول المقاتلين إلى السعودية بمنحهم وثيقة تحمل اسم وثيقة سفر اضطرارية. المنظمة أضافت أن الآلاف من المدنيين الذين اضطروا للذهاب للقتال دفاعا عن الحدود السعودية عاملتهم المملكة كما لو أنهم غير موجودين، ورجحت أن يتراوح عددهم ما بين 30 إلى 35 ألف مقاتلا على الحدود الجنوبية السعودية. السعودية وفي محاولات للتخلص من مسؤوليتها تجاههم تتهمها سام بدفن جثث هؤلاء المقاتلين دون إبلاغ عائلاتهم في مدينة نجران، في حين يحصل ورثتهم إذا علموا بالواقع على مبالغ مالية تتراوح بين 3,000 و15,000 ريال سعودي. وعلى الرغم من مرور 5 سنوات من الحرب، إلا أن موازين القوى لم تتغير بل حدث العكس، فبدلا من أن تكون السعودية حامية لليمن، بات اليمنيون هم حائط الصد الأول الذي تحتمي به السعودية، ولا ضير في ذلك وفق الأفعال السعودية إن كانوا من الأطفال غير المؤهلين لخوض المعارك. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، مساء الخير. مساء النور أخي الحبيب. أهلا بك سيد عبد الحفيظ. نتحدث اليوم عن ما يدور في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية، هذه الجبهة التي يعني يدور الكثير من الحديث حولها خلال فترات سابقة، وتجنيد وتشكيلات خارج إطار الدولة، وأيضا هناك أطفال يتم استغلالهم ودفعهم إلى هذه المحرقة. من المسؤول عن ذلك؟ وهناك من يتحدث عن مسؤولية مباشرة للشرعية في هذا الأمر. نعم أخي الكريم، طبعا يجب أن نحدد أولا بأن الحرب منذ أن اندلعت في اليمن قبل 5 سنوات لإيقاف مشروع الانقلاب للميليشيات في العاصمة اليمنية صنعاء، تشكل الجيش الوطني بدعم قوات التحالف العربي، إلا أن ثمة أجندات تدخلت في مسار الجيش. الجيش أصبح يعني ويؤكد بأنه يرفض طبعا الانضمام أطفال أو تجنيد أطفال داخل القوات المنضوية تحت لواء الجيش الوطني، إلا أن بروز تشكيلات عسكرية خارج النسق القوات الحكومة الشرعية قوات الجيش الوطني، وبروز أيضا تجنيد من خارج اليمن في الحدود الجنوبية تحت مسميات ألوية الفتح وغيرها من الألوية التي سوى تلك التي تشرف عليها في الحدود الجنوبية المملكة العربية السعودية، وقيادتها العسكرية لها صلة مباشرة بالجهة التي تقوم بتجنيد هؤلاء سواء كانوا أطفال أو شبان أو حتى باحثين عن أعمال، وتم تجنيدهم ضمن إطار القوات في الحدود الجنوبية بين اليمن والسعودية، أو تلك الميليشيات أيضا في الساحل الغربي التي جندت، وهناك اتهام لقوات
طارق عفاش بأنها جندت المئات أيضا من الأطفال وزجت بهم في المعارك، ولا يعرف حتى هذه اللحظة أولياء أمورهم أين ذهبوا وأين مصيرهم حتى الجرحى. وبالتالي التقارير المنظمات الحقوقية تجرم ما يحدث، سواء كان فيما يتعلق بالميليشيات التي زجت صراحة بالآلاف من هؤلاء الأطفال، وأعلنت عنهم تحديا للمجتمع الدولي، تحديا للقوانين التي تجرم هذا التجريد. إلا أن في الجانب الآخر في اتجاه الشرعية هناك غبش وضبابية في هذا الموضوع، نظرا لتعدد اللافتات والميليشيات التي استنسختها سواء كان المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقاتل خارج نطاق قوات الجيش الوطني. نعم، لكن سيد عبد الحفيظ بالنسبة لتجنيد الأطفال هو أمر مدان أيا كان، ولكن يعني ما يدور في هذه الجبهة على الحد الجنوبي للمملكة، هناك شبهات كثيرة حول هذه الجبهة، خصوصا أن لا قانونية للقوات التي تذهب وتقاتل هناك، وأنها يعني بعيدة عن أي تشكيل عسكري تابع للدولة. هذا الأمر يعني هناك الكثير من الأهالي يشكون من أنهم يعني فقدوا أطفالهم، لا يعرفون عنهم شيئا. ما الذي تعرفه حول هذه الجبهة؟ نعم أخي الكريم، طبعا نحن الصحفيين تلقينا رسائل اتصالات من مناطق مهمشة ويسحقها الفقر كأصابعين تعز إب، المناطق الوسطى الحديدة، يسألون عن مصير أبنائهم في الحدود الجنوبية. حصل تجنيد عشوائي وتشكلت ألوية عشوائية خارج إطار الحكومة الشرعية، وربما سمعتم بما حدث في جبهة نجران وأيضا منطقة كتاف من اللواء الفتح وغيرها من الألوية التي للأسف الشديد دقت بالآلاف من المقاتلين، لا غطاء جوي ولا غطاء بري، وبالتالي هناك قتلى، جرحى، أسرى، هناك من دفنت جثثهم، وحتى هذه اللحظة لا يعرف أقاربهم أين مصير هذه الجثث، إن كان أبنائهم أحياء أم جرحى أم موتى أم قتلى. لكن أخي الكريم صراحة المنظمات الحقوقية بدأت تتداعى وتنبش هذه القضية المأساوية والكارثة التي تتعلق بقضية انتهاك حق الطفولة، وحتى أيضا انتهاك حق الهوية الوطنية والمواطنة اليمنية التي تقوم جهات بتجنيد على الأطفال والتغرير بهم، أو تجنيد واستغلال فقر آخرين والزج بهم في معارك لا تدريب ولا غطاء جوي ولا غير ذلك من الشؤون العسكرية المعروفة. وبالتالي تتحمل هذه الجهات وكانت المملكة العربية السعودية أو حكومة الشرعية بالزج بمثل هؤلاء. يبقى الاتهام طبعا واضحا وصريحا أيضا للجانب الآخر، ميليشيات الحوثي التي تسببت بمقتل وإصابة الآلاف من هؤلاء الأطفال. وبالتالي يجب على المنظمات الحقوقية أن تنبش هذه القضايا في مختلف الجهات، وأؤكد هنا بأن أي تجنيد خارج إطار الجيش الوطني تعتبر ميليشيا، والميليشيا ليس لها أخلاق، لا تحمل أخلاق الحروب، وبالتالي هي تزج بالأطفال والمغرر بهم، وبل حتى بالمعاقين كما حدث في قوات طارق عفاش في الساحل الغربي. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الحفيظ، وأرحب بضيفنا من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع مشاهديك. أهلا بك سيد توفيق. نتحدث اليوم عن جبهة الحد الجنوبي للمملكة، والتي يعني يتواجد فيها الكثير من الأطفال اليمنيين وأيضا الشباب، ولكن يعني تدور أحاديث كثيرة حول هذه الجبهة كونها يعني تستقطب الكثير من الأطفال والشباب دون يعني أي غطاء قانوني لتواجدهم في هذه الجبهة. يعني من يتحمل مسؤولية التجنيد القائم هناك؟ في حقيقة الأمر نحن عندما أعددنا تقرير منظمة سام للحقوق والحريات بعنوان محرقة الحدود، حاولنا أن نستقصي الأمر، فوجدنا بأن معسكر الحكومة الشرعية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هي الجبهة، جبهة مأرب وما حولها،
إضافة إلى تعز وربما من منتصف أبيان حتى المهرة، هذه تتبع وزارة الحكومة وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية وتأتمر بأوامرها وتخضع لهياكلها التنظيمية. الجبهة الممتدة من أبيان إلى عدن الحديدة هذه بالدرجة الأساسية تتبع الحكومة، تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي التي تقوم بتمويلها وتصليحها وتتولى كافة تتحمل فيها دولة الإمارات كافة المسؤولية. نعم. بالنسبة للحدود الجبهة الثالثة وهي التي سأصل إليها، وهي الجبهة الممتدة من حدود صعدة إلى حدود الجوف إلى حدود حرب، هذه تتبع المملكة العربية السعودية، تتبعها تسليحا وتدريبا وإشرافا وتمويلا وتعيينا، وبالتالي وزارة الدفاع لا تعلم ما عنها شيء، لا تعلم عن جنودها ولا خططها ولا ما يدور فيها. وبالتالي بعد معركة آل جبارة وصلتنا الكثير من الرسائل، الأهالي يسألون عن مصير أبنائهم وأهاليهم، هل هم أحياء هل هم أموات إلى غير ذلك. حاولنا التواصل مع أكثر من جهة لكن للأسف الشديد كان الرد أنهم لا يعلمون عن هذه الجبهة شيء، كل ما يعرفونه أن هنالك ألوية جديدة تم إنشاءها تحت إشراف دولة الإمارات وقيادات تتبع المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم رداد الهاشمي. هذه القيادات هذه الألوية لديها مناديب في مأرب وفي الوديعة على وجه الخصوص، تقوم باستقطاب الشباب وتجنيدهم عبر شبكة كبيرة من السماسرة تمتد رأسا وفقا، بل أن هذه الجبهة أثرت على الجبهة القتال التابعة للحكومة الشرعية باستقطاب المقاتلين والجنود ذوي الخبرة السابقة في مقابل رواتب وإغراءات مالية كبيرة. نعم، لكن سيد توفيق، يعني ما هي أسباب استغلال التحالف خاصة السعودية على وجه التحديد للشباب اليمنيين والذهاب بهم للحد الجنوبي، كونها يعني دولة تمتلك قوام كبير من التشكيلات العسكرية، لماذا تلجأ لاستغلال الشباب اليمنيين؟ هناك سببين، السبب الأول متعلقة بالسعودية نفسها، بعقلية السعودية، بفكرة السعودية، عندما تظن أن بمالها قادرة على أن تدافع عن حدودها كما تفعل الآن من خلال استقطاب القوات أو دعوة القوات الأمريكية، وبالتالي هي لديها مال تحاول بهذا المال أن تشكل حائط صد من الآخرين، ولا يهمها هل بقوا أحياء هل بقوا أموات. بالتالي من يراجع تقرير محرقة الحدود سيجد أن هنالك كوارث يعني في عملية التعامل حتى الآدمي، سواء قبل الإصابة أو بعد الإصابة أو حتى الدفن، يعني معناه هذه العقلية فيها إشكالية كبيرة في التعامل مع اليمنيين بشكل كامل، ومن ذلك تنظر لهم بنوع من الدونية. الأمر الثاني هو متعلق بالحالة الاقتصادية التي وصل إليها الناس بسبب هذه الحرب، بسبب حصار جماعة الحوثي، مطاردتهم للشباب، الخوف من الاعتقال إلى غير ذلك، وبالتالي يذهبون من أجل لقمة العيش، من أجل العلاج، من أجل حتى الحديث منهم كثير منهم يقول نحن ذهبنا من أجل نجمع المال لأجل أن نفتح حياة جديدة للزواج إلى غير ذلك. بالتالي الأمر هنا في معقد نوعا ما، لكن بالدرجة الأساسية الجانب الاقتصادي والجانب المالي هو بالدرجة الأساسية الذي يدفع الشباب اليمني إلى هذه المحرقة. أضف إلى ذلك إلى كما قلت لك عقلية التعامل السعودية، وبالتالي لا توجد حتى معسكرات يقومون بتدريبها وما التدريب الكافي. وربما أنت وغيرك من المشاهدين الكرام شاهدوا منظر الجنود اليمنيين الذين وقعوا أسرى في آل جبارة، ستجد أن ملابسهم شكلهم العسكري جسدهم يؤكد أن هؤلاء عبارة عن ناس بسطاء دفعوا إلى هذه الحرب دفعا بدون تنظيم بدون ترتيب بدون تدريب بدون التسليح كافي، وبالتالي نحن أمام محرقة كبيرة تتحمل المملكة العربية السعودية الحكومة الشرعية مسؤوليتها الكاملة في
عن أرواح وشباب وما يتعرض الشباب اليمن في هذه الجبهة. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق. أعود للصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، يعني إلى أي مدى تتحمل الشرعية مسؤولية هذا التجنيد الحاصل في الحد الجنوبي للمملكة، خصوصا أن هناك من يتحدث بأن السفارة أو عفوا القنصلية اليمنية في جدة هي لها مسؤولية مباشرة فيما يحدث في الحد الجنوبي؟ نعم أخي الكريم، هذه قضية تتعلق بالإنسان اليمني وتتعلق بحياة الإنسان عموما. أي جهة سواء كانت القنصلية اليمنية في جدة أو غيرها من المسؤولين أو حتى المسؤولين في وزارة الدفاع أو الجهات الأخرى التي ربما إذا ما وجد يعني تحقيقات مهنية في هذا الجانب فيجب أن يعني تساءل هذه الجهات ما الذي دفع بها وما هي الفائدة الوطنية من عملية جر هؤلاء الناس إلى هذه المحرقة والزج بهم في هذه المعارك دون تخطيط دون تدريب دون غطاء. هناك أسئلة كثيرة تتمحور فيما يتعلق بقضية أي تقرير مهني يتعلق بنبش هذه القضية وهذه الكارثة بحق الإنسان اليمني الذي يتم استغلال حاجته للمال ويزدج به بسبب فارق الصرف يعني تحويله إلى السلعة بيد المملكة العربية السعودية أو بيد الإمارات أو أي جهة حتى في الحكومة الشرعية. يجب أن يكون هناك تحقيق ومطالب من الحكومة الشرعية من أجهزة القضاء والنيابة والعدل أن توجه تحقيقا شاملا فيما يتعلق بمقتل المئات في الجبارة. هذه كانت كارثة وكانت فاضحة أيضا ويعني وضعت أكثر من علامة استفهام لدى الوعي الجمعي اليمني إذا ما يحدث من 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 من, من مآسي في عملية التجنيد. هناك شباب متحمسون يقاتلون من أجل قضية، نعم هناك اعتداء وانقلاب، نعم هناك مشروع إيراني يعربد في اليمن وفي المناطق العربية، نعم، لكن عملية الزج بأطفال والزج بمقرر بهم وتكوين تشكيلات عسكرية وميليشيات خارج وزارة الدفاع هذا يعد صراحة اتهام رئيسي لأي جهة أقدمت على صناعة هذه التشكيلات أو تشكيل هذه الميليشيات أو تشكيل هذه المجاميع المسلحة سواء كان في إطار الشرعية أو في إطار الأجهزة الإماراتية أو المجلس الانتقالي أو غيرها من الميليشيات التي استنسختها الإمارات والمملكة العربية السعودية في اليمن والتي للأسف الشديد تقاتل بعضها في إطار يعني ليس القضية الوطنية ولكن في إطار مشروع الإمارات أو في إطار مشروع أشخاص وأجندات سياسية. وبالتالي يجب على الأجهزة القضائية والمنظمات الحقوقية أيضا أن تحقق تحقيق مهني تتصل بكافة هذه الجهات وأي جهة ترفض أن تدلي بتصريحات أو الرد على الأسئلة المحققين يجب أن توجه إليهم اتهامات بالضلوع والمشاركة في عملية قتل هؤلاء المغرر بهم وهؤلاء المجندون الذين تم الزج بهم ليقاتلوا وللأسف الشديد تم استدراجهم إلى مناطق ليقاتلوا حفاة ويقاتلوا بدون تأهيل بدون تدريب وبدون أي غطاء عسكري سواء كان جوي أو مدفعي. كما قال بعض ممن تمكنوا من الفرار أو تمكنوا من الانسحاب كانت مأساة في الجبارة بل تم أطلق عليها البعض محرقة الجبارة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من مأرب. أعود لضيفنا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق، بما يتعلق بالحكومة الشرعية، يعني هل يفترض أن تتعرض للمساءلة القانونية مستقبلا لما يعني تعرض له أبناء الشعب من مجازر يعني كما التي شهدناها مؤخرا في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية؟ طبعا بلا شك الحكومة اليمنية مسؤولة عن كافة المواطنين والمدنيين موجب الدستور والقانون، مسؤولية أخلاقية ودستورية وقانونية، خاصة وأن هنالك وثائق صادرة من قنصلية جدة
لهؤلاء المقاتلين بعنوان جواز سفر اضطراري، إضافة إلى معرفتها بهذا الخبر، إضافة إلى تورط مجموعة من الضباط والمدنيين اليمنيين في عملية التجنيد وعملية السمسرة الكبرى، وصل إلى الأمر إلى بناء مستشفيات أو مراكز صحية لمبتورية الأطراف في محافظة مأرب. بمعنى أن اليوم إذا كانت الحكومة الشرعية يعني تدعي عدم مساهمتها في هذه المحرقة، إلى أنها على علم وتام، وصمتها في هذا الشأن يعد رضا عما يجري، بل تأييد بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي هي مسؤولية مباشرة بموجب الدستور اليمني، وتستوجب مساءلتها والتحقيق مع كل من تورطون في هذه الجريمة. نحن حقيقة أمام محرقة حقيقية إلى حد الآن، حتى لم تقم الحكومة حتى بإعلان أسماء وادي آل قبارة، من قتل، من جرح، من ربما وقع في الأسر. نحن اتصلنا عشرات الأسماء في هذا الخصوص من الأهالي، وما زال التجنيد مستمر وكأن شيئا لم يحدث، يعني ما زال التجنيد قائم حتى اللحظة. يعني بحسب الأنباء أن رداد الهاشمي بعد انكساره في وادي آل قبارة الآن ينشأ له لواء جديد، وكأن شيئا لم يكن. يعني من المفترض أن هذا الرجل اليوم يذهب إلى المحاكمة ويتم اعتقاله والتحقيق معه، إن لم يكن على المستوى القانوني والدستوري على المستوى العسكري. يعني الآن طيب سيد توفيق، هل وجدتم جهة حقوقية أو قانونية يعني هي على استعداد بأن يعني تتابع هذه القضية وتسائل الحكومة، أو هذا المدعو رداد الهاشمي سواء بالقضاء المحلي أو بالقضاء الدولي، وأن القضية هذه لن تسقط بالتقادم في مسألة المجزرة الأخيرة التي حدثت وما سيأتي أيضا؟ الموضوع في قضية المساءلة الأمر يعني أعتقد في إطار التشكل، لا يمكن أن تسقط هذه الجرائم اليوم أو غد أو بعد غد، لكن هنالك تحفز من الناشطين من الحقوقيين اليمنيين لتشكيل جبهة، لتشكيل هيئة، حتى لمحاكمة السماسرة بموجب قانون العقوبات العسكرية الذي يحرم الأفعال التي يقومون بها القائمة على الاستغلال والدفع حتى بمقاتلين من جبهات القتال إلى جبهات المملكة العربية السعودية. الإشكالية اليوم يجب أن تفضح هذا الانتهاك ويفضح هذه الجريمة على إطار واسع، ويقوم بتشكيل رأي عام محلي ودولي كبير. وأعتقد أن الآن بدأ يتكشف بصورة كبيرة بل وبصورة مخيفة، كشفت عن حجم الفاجعة التي تصيب اليوم ربما كل بيت يمني، خاصة بعد أن شاهدنا مشاهد التي بثها جماعة الحوثي بهذه الطريقة، بتلك الإهانة، بتلك الصورة الموجعة. والحكومة اليمنية خلال المعركة لم تتحدث، لم تصدر بيان، لم تطمئن حتى الأهالي ولو من باب التطمئن. نحن أمام جريمة بكل ما تعني الكلمة. نعم، حتى فيما يتعلق بالسمسرة سيد توفيق، يعني الأمر لم يعد محتصرا على الحدود، بالتالي من سيأتي إلى الحدود هناك من يستقطب، الأمر وصل حتى على مستوى القرى ومراكز المدن، هناك يعني أصبح يتواجد في هذه المناطق سماسرة يدفعون بالشباب ويذهبون بهم إلى هذه المحرقة. السمسرة اليوم أصبحت واسعة كما قلت لك على المستوى الأفقي والمستوى الرأسي. اليوم بقدر ما يوجد هنالك سمسرة وتجنيد على الحدود، أيضا توجد سمسرة وتجنيد على الساحل الغربي في المناطق الجنوبية، حتى يعني مع أن هنالك فارق. اليوم لا توجد معارك على المستوى على الساحل الغربي وعلى الحد المناطق الجنوبية، لكن أيضا هؤلاء الذين يتم تجنيدهم والزق بهم في هذه المعسكرات هم خارج إطار الدولة، بمعنى أيضا هو نوع من السمسرة ونوع من القتال بالأجر اليومي أو بالأجر الشهري، سميه ما شئت. وبالتالي ستبدأ هذه الجرائم تتكشف مع الوقت، مع كل معارك يقع فيها هؤلاء الشباب فئتون هذه المحارق. اليوم
الشبكة وصلت إلى كل بيت، ويستخدمون الأسماء التنكرية أبو فلان وأبو علان إلى غير ذلك، لكن أصبحت هنالك أسماء واضحة وأسماء معروفة، وربما في إطار تجميع عدد كبير من الأسماء بإمكان أن تصدر قائمة سوداء بهؤلاء الذين أثروا على حساب شبابنا، بمعنى أنهم يعيشون حياة رغيدة، يبنون الفلل، يدرسون أبنائهم في الخارج، يذهبون إلى السياحة، كلها على حساب الشباب والمقاتلين، خاصة وأن لكل مقاتل كل يعني على كل شخص يتم تجنيده يستلمون عليه من 1000 إلى 1500 ريال سعودي، بمعنى أن هنالك مبالغ كبيرة جدا تصل لهؤلاء السماسرة. نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة ومن جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.